باي ذا نيم اوف جاد. بسم الله، النهارده ان شاء الله هنشرح انجلش زون جريد 5 الصف الخامس الابتدائي، وهنبدا اول حاجه بيونت 1 الوحده الاولى. هو ار يو؟ من تكون انت؟ ليسن ايه؟ الدرس ايه؟ نمبر 1 ليسن ريد اند انسر، استمع واقرا واجب. هاي ماي نيم از كارول، اهلا انا اسمي كارول. هاي اي ام ستاسي، اهلا انا ستاسي. اي لايك ذا بيكتشر اون يور نوت بوك، أنا عاجبني الصورة اللي في كراستك. Yeah, I love cats. They're my favorite animal. نعم، أنا أحب القطط، إنها حيواناتي المفضلة. Wow, mine too. وأنا أيضا. I think they're the smartest animals. أنا أعتقد أنها أحلى الحيوانات. What else do you like? ماذا تحبين أيضا؟ Well, I like football. حسنا، أنا أحب كرة القدم. I don't. أنا لا أحبها. I prefer basketball. أنا أفضل كرة السلة. Well, حسنا. We can still be friends. نحن نستطيع مع ذلك أن نصبح أصدقاء. Let's eat lunch together. لنأكل الغداء سويا. Number one. Who likes cats? Carol and Stacy. لأن كارول قالت لها أنا بحب القطط، بعد كده ستاسي قالت لها me too وأنا أيضا. Number two. Who likes basketball? من يحب كرة السلة؟ كارول. Number three. Who likes football? من يحب كرة القدم؟ ستاسي. My favorites. الأشياء المفضلة لي. Sport الرياضة. بتكتب الرياضة المفضلة ليك، مثلا اكتب football كرة القدم. TV show البرنامج التلفزيوني المفضل ليك، مثلا ممكن تكتب ايه؟ كرتون. اللي هو الكرتون، لأن يعني كل الأطفال بيحبوا الكرتون. food الطعام المحبب ليك، مثلا نكتب بيتزا البيتزا. school subject المادة المفضلة المحببة ليك، ممكن تكتب English, Math, Science حسب المادة اللي أنت بتحبها أو المفضلة ليك. color اللون، تكتب اللون المفضل ليك، مثلا green أخضر. game اللعبة المفضلة ليك، مثلا الأولاد بيحبوا مثلا ألعاب مثلا اللي هي الإيه cars السيارات. البنات ممكن تحب لعبة مثلا تانية زي برنسس اللي هي الأميرة. song الأغنية المفضلة ليك، بتكتب أي أغنية مفضلة ليك. animal الحيوان المفضل ليك، مثلا cat dog. بعد كده بيقول لي share your favorites with a classmate, find your similarities، يعني شارك الحاجات المفضلة ليك مع زميلك في الفصل واوجد التشابهات. يعني مثلا انت ممكن مثلا بتحب أغنية معينة هو بيحبها، انت بتحب رياضة معينة هو بيحبها. making friends عمل أصدقاء أو اكتساب أصدقاء. read and answer the questions اقرأ واجب على الأسئلة. friends are an important part of a person's life. الأصدقاء هي جزء هام من حياة الشخص. they help you learn how to get along with people، وهم يعلمونك كيف تتعامل مع الناس. friends are people you have fun with and that you have things in common with. الأصدقاء هم الأشخاص الذين تستمتع معهم، وهم الأشخاص الذين لديك أشياء عامة معهم، يعني أشياء تتشاركها معهم. You should feel comfortable with your friends and you should be able to trust them. يجب أن تشعر بالراحة مع أصدقائك، وأيضا أن تكون قادرا على أن تثق بهم. Making friends is harder for some people than for others. عمل أصدقاء واكتساب أصدقاء أصعب لأشخاص معينين عن أشخاص آخرين، يعني في شخص بيعرف يكتسب أصدقاء بسهولة، في شخص لا. Some people have lots of friends and some people just have one or two good friends. بعض الأصدقاء لديهم العديد من الأصدقاء، وبعض الناس لديهم صديق أو صديقين. The easiest places to make new friends are at school and around your neighborhood. أسهل أماكن ممكن تكتسب فيها أصدقاء هي المدرسة وأيضا الجيران. You can also meet new people during activities like sports or special classes. وأيضا تستطيع أن تقابل أناس جديدين أثناء الأنشطة المختلفة الرياضية، وأيضا أثناء الفصول الخاصة. The best way to make a new friend is to just walk up and introduce yourself. أفضل طريقة لاكتساب أصدقاء هي أن تذهب مباشرة إليه وتقدم نفسك إليه. Then try and find things you have in common or invite the person to do something with you. ثم حاول أن تجد أشياء مشتركة بينكم
أو ادعو هذا الشخص ليفعل معك شيء ما تحبونه أنتم الاثنين. Number one, why are friends important? لماذا الأصدقاء مهمين؟ Because they help you learn how to get along with people. لأنهم بيعلموك كيف تتعامل مع الناس. وأيضا you have fun with, أنت تستمتع معهم. وأيضا you have things in common with, لديكم أشياء مشتركة. Number two, who should you make friends with? مع من تقوم بعمل صداقات؟ The friends I feel comfortable with and trust them. مع الأصدقاء الذين أشعر معهم بالراحة والذين أثق بهم. Number three, where can you make friends? أين تستطيع أن تقوم بعمل صداقات؟ The school and around neighborhood. في المدرسة والجيران. Number four, how can you make new friends? كيف تصنع أصدقاء جدد؟ I woke up and introduce myself. أنا أمشي في اتجاهه وأقدم نفسي. Act out a conversation. مثل هذه المحادثة. Introduce yourself to someone in the class. قدم نفسك لشخص في الفصل. Find something that you have in common. أوجد شيء مشترك بينكم. Find out more about your classmate. أوجد أشياء أخرى عن زميلك في الفصل. زي مثلا الأسئلة اللي هي موجودة ديت. What's your favorite subject at school? ما هي المادة المفضلة لك في المدرسة؟ How old are you? كم عمرك؟ Where are you from? من أين أنت؟ Who do you live with? مع من تعيش؟ Listen B, الدرس B. Number one, listen and write the names. استمع واكتب الأسماء. في هنا عندي أربع أسماء. Kevin, Carol, Greg, Stacy. Picture 1, الصورة الأولى. Plays computer games, يلعب ألعاب كمبيوتر. Likes math and science, يحب الرياضيات والعلوم. Kevin. Picture 2, الصورة الثانية. Plays piano, تعزف على البيانو. Likes to draw, تحب الرسم. Stacy. Picture 3, الصورة الثالثة. Plays basketball, يلعب كرة السلة. Likes animals, يحب الحيوانات. Picture 4, الصورة الرابعة. Keeps a diary, لديها مفكرة يوميات. Writes poetry, تكتب الشعر. Help grandmother, تساعد جدتها. B, identify the different characters. عرف الشخصيات المختلفة. في واحدة محلولة. Stacy is the girl who plays piano. Stacy هي البنت التي تعزف على البيانو. She's eating an apple, وهي تأكل تفاح. ممكن نعمل احنا جملة على الولد الأولاني اللي هو كيفن. هنقول Kevin is the boy who plays computer games. Kevin هو الولد الذي يلعب ألعاب كمبيوتر. He likes math and science, وهو يحب الرياضيات والعلوم. Number two, interview a classmate about what he or she likes to do. اعمل مقابلة شخصية مع ولد أو بنت من الفصل وأعرف منه إيه الأشياء اللي هو بيحبها. Being smart, أن تكون وسيما وذكيا. Read and answer the questionnaire. اقرأ واجب على الاستبيان. What does it mean to be smart and intelligent? ماذا يعني أن تكون وسيما وذكيا؟ Does it mean to be good at math, to remember lots of facts, or to be able to invent things? هل هو يعني أن تكون جيدا في مادة الرياضيات أو أن تتذكر الكثير من الحقائق أو أن تكون قادرا على اختراع أشياء؟ It probably does mean all these things. إنها من المحتمل تعبر عن كل هذه الأشياء. But scientists today say that there are at least 8 different intelligences and that people use all of them. لكن العلماء الآن يقولون أن هناك 8 أنواع من الذكاء وأن الناس تستخدمهم كلهم. Most people have one or two that they are particularly good at. معظم الناس لديهم واحد أو اثنين من أنواع الذكاء وهم يكونون جيدين فيهم. Number one, do you enjoy talking with other people? هل أنت تستمتع بالحديث مع الناس الآخرين؟ لو بتستمتع تقول yes، ما بتستمتعش تقول إيه no. Number two, do you enjoy saying poems and tongue twister? هل تستمتع بقول القصائد الشعرية وهل تحب ألعاب التلاعب بالكلمات؟ Number three, do you like organizing things by topic? هل تحب أن ترتب كل شيء حسب الموضوع؟ Number four,
Do you like reading and writing stories? هل تحب قراءة وكتابة القصص؟ Number 5. Can you hum the tunes of your favorite songs? هل تستطيع أن تدندن نغمات الأغاني المفضلة؟ Number 6. Do you like visiting the countryside? هل تحب زيارة الريف؟ Number 7. Are you good at listening to other people's problems? هل أنت جيد في الاستماع إلى مشاكل الآخرين؟ Number 8. Do you like doing puzzles? هل تحب أن تقوم بعمل ألغاز؟ Number 9. Do you play a musical instrument? هل تعزف على آلة موسيقية؟ Number 10. Do you know the names of lots of plants and animals? هل تعرف أسماء الكثير من النباتات والحيوانات؟ Number 11. Do you know what makes you sad and what makes you happy? هل تعرف ما الذي يجعلك حزينا وما الذي يجعلك سعيدا؟ Number 12. Are you good at math? هل أنت جيد في الرياضيات؟ Number 13. Do you enjoy doing sports? هل تستمتع بعمل ألعاب رياضية؟ Number 14. Are you good at giving or following street directions? هل أنت جيد في اتباع إشارات واتجاهات الشارع؟ Number 15. Do you try to learn from your experiences? هل تحاول أن تتعلم من خبراتك السابقة؟ 16. Do you move around a lot when you are doing your homework? هل تتحرك كثيرا هنا وهناك عندما تقوم بأداء واجباتك؟ Now read about the 8 intelligences. الآن اقرأ عن الثمانية أنواع من الذكاء. If you answer to yes on both of the questions linked to a particular intelligence, إذا جاوبت بنعم على سؤالين من الأسئلة التي سيتم توضيحهم, find out what you are good at, فسوف تجد ماذا أنت جيد فيه أو الذكاء بتاعك بيكون في إيه. Body smart, الذكاء الرياضي العضلي, يعني الذكاء الخاص بالجسم والتدريبات. Questions 13 and 16, إذا جاوبت بنعم على السؤال رقم 13 و 16 يبقى أنت عندك ذكاء رياضي عضلي. Sports, الرياضة, games, الألعاب, building and making things, بناء وصناعة الأشياء. Self smart, الذكاء النفسي الشخصي. Questions 1 and 7, ده بيكون عندك إذا كنت جاوبت بيس على السؤال الأول والسؤال السابع. Writing in a journal using your imagination, إن أنت بتكتب في جريدة باستخدام خيالك. Reflecting on your needs and feelings, وبتعكس في الكتابات ديت احتياجاتك ومشاعرك. People smart, الذكاء الاجتماعي أو الذكاء مع الناس. Questions 11 and 15, إذا جاوبت بيس على السؤالين اللي هما 11 11 و 15 15. Helping or working with others, يعني أنت بتحب تساعد وتشتغل مع الآخرين. Playing games, وتلعب ألعاب. Having discussions, ويكون بتحب تتناقش معاهم. Acting in plays, وبتحب تمثل في مسرحيات. Word smart, الذكاء اللغوي اللفظي. Questions 2 and 4, إذا كنت جاوبت بيس على السؤال الثاني والرابع. Reading books, قراءة الكتب. Writing stories or poems, تكتب قصص وقصائد شعرية. Conversing with others, تتحدث مع الآخرين, يعني تقدر تعمل محادثة وتفتح حوار مع الآخرين. Math smarts, الذكاء الرياضي الحسابي, يعني ده مش الرياضي اللي هي الخاصة بالجسد, لا ده الرياضي اللي هو يكون شاطر في مادة الرياضيات. Questions 3 and 12, يكون جاوبت بيس على السؤال الثالث والسؤال رقم 12. Number games, يكون بيحب الألعاب الرقمية. Sorting and putting things in order, يحب ترتيب وتصنيف الأشياء في ترتيبها المناسب. Solving puzzles, حل الألغاز. Picture smart, الذكاء البصري الخاص بالرسم والألوان. Questions 8 and 14, تكون جاوبت بيس على السؤال رقم 8 والسؤال رقم 14. Enjoying art, تستمتع بالرسم أو بالفن. Drawing pictures, بترسم صور. And maps, وخرائط. Solving mazes, بتحب تحل المتاهات. المتاهات يعني مثلا زي مثلا قطعة جبنة وفي ماوس فار, فازاي ان الفأر يعدي المتاهة ويوصل لقطعة ايه الجبنة اللي Music smart, الذكاء الموسيقي. Questions 5 and 9, تكون جاوبت بيس على السؤال رقم 5 ورقم 9. Music, تحب الموسيقى. Singing, الغناء. Dancing, الرقص. Playing an instrument, وتكون بتعزف على احدى الآلات الموسيقية. Nature smart, الذكاء الطبيعي, يعني يكون بتحب الطبيعة من حولك. Questions 6 and 10, ويكون جاوبت بيس على السؤال رقم 6 والسؤال رقم 10. Caring for a pet,
بتهتم بالحيوانات المدللة أو الحيوانات الأليفة. enjoying nature بتستمتع بالطبيعة. gardening بتحب الحدائق وإن أنت تخضر المكان. collecting natural objects بتحب تجمع الأشياء الخضراء أو الأشياء الطبيعية، أي حاجة من الطبيعة بتحب إيه تجمعها. وآخر حاجة compare your results with others، قارن نتائجك مع الطلاب الآخرين. give each other advice on improving other intelligence، وتتبادلوا النصائح ازاي ان كل واحد يحسن الذكاء اللي هو عنده او الذكاء اللي ناقص عنده. listen C الدرس C number 1 read and label the way people are dressed، اقرأ وصنف طريقة لبس الناس. some people dress for comfort، بعض الناس تلبس ملابسها من اجل الراحة، يعني تلبس ملابس تريحها. others dress to express themselves، والبعض الآخر يلبس ملابس من أجل التعبير عن نفسه، يعني يحب يكون أنيق وشيك. what's your style، ما هو نوعك أنت، يعني نوع ملابسك إيه. are you athletic، هل أنت شخص رياضي يعني تحب تلبس ملابس رياضية. or do you like more casual clothes، أو هل أنت تحب أن تلبس ملابس غير رسمية، يعني مثلا لبس تيشيرت جينز. do you like to look modern or do you prefer a more conservative look، هل أنت تحب أن تلبس لبس حديث أم تفضل أن تكون محافظ في لبسك؟ محافظ ده يعني بيلبس لبس إيه؟ اللي هي التيشيرتات أو القمصان العادية، البنطلونات العادية. Number 2 Read these descriptions and color the clothes، اقرأ الوصف ولون هذه الملابس. A yellow skirt with purple polka dots، جيبة صفراء وفيها نقاط بنفسجية. Blue trousers with orange strips، بنطلون أزرق وفيه خطوط برتقالية. A white blouse with a blue flower print، بلوزة بيضاء وفيها طباعة زهور باللون الأزرق. يبقى هتلون الملابس ديت حسب الوصف اللي احنا قرأناه. Number 3 answer the questions، أجب على الأسئلة. What do you wear to do play sports، ماذا ترتدي وأنت تمارس الألعاب الرياضية. مثلا بلبس إيه، ألبس track suit and trainers، يعني بدلة رياضية وحذاء رياضي. What do you wear to a party، ماذا ترتدي في الحفلة. حفلة ممكن ألبس بقى فيها casual يعني ملابس غير رسمية، jeans and t-shirt، يعني ألبس jeans وألبس ايه t-shirt عليه. What do you wear to visit family، ماذا ترتدي لزيارة عائلة. طبعا عائلة لازم يكون شكلي قدامهم كويس، فممكن ألبس ايه trousers and a shirt، يعني بنطلون عادي وقميص. What do you wear to school، ماذا ترتدي في المدرسة. طبعا في المدرسة بلبس ايه uniform اللي هو الزي المدرسي. combining colors جمع الألوان. label the colors on the wheel، اكتب الألوان الموجودة في العجلة. في عندي 6 ألوان مكتوبين فوق اللي هما yellow أصفر blue أزرق orange برتقالي violet بنفسجي green أخضر red أحمر، هنكتبهم في المكان المناسب ليهم حول العجلة. The color wheel was invented by Sir Isaac Newton، عجلة الألوان تم اختراعها بواسطة السيد إيساك نيوتن اللي احنا بنقول عليه ايه إسحاق نيوتن. It shows the relationships between colors and it can help you when combining colors، إنها تظهر العلاقة بين الألوان وتساعدك عندما تجمع الألوان. The color wheel clearly shows which colors are warm and cool and which are complementary، عجلة الألوان توضح لنا أي ألوان تكون يطلق عليها ألوان باردة وألوان دافئة وألوان مكملة. Cool colors الألوان الباردة range from violet to green، وهي من اللون البنفسجي إلى الأخضر، يعني البنفسجي والأزرق والأخضر. They have calming effect، وهم لهم تأثير هادئ، يعني بيدوك إيه نوع من أنواع الهدوء. If they are used together، وإذا تم استخدامهم سويا، they usually look clean and fresh، يكون مظهرهم نظيف وفيه نضارة. Warm colors الألوان الدافئة range from yellow to red، وهي من اللون الأصفر إلى الأحمر، يعني الأصفر والبرتقالي والأحمر. They are active and bold and they grab your attention، هذه ألوان فيها نشاط وجرأة وأيضا تشد انتباهك.
complementary colors الألوان المكملة are colors that look good together وهي الألوان التي تبدو جيدا سويا يعني ما يكونوا مع بعض يبان لونهم جميل they are opposite each other on the wheel وهم بيكونوا موجودين في العجلة أمام بعض يعني عكس بعض يعني مثلا blue الأزرق اللي قصاده ايه orange البرتقالي يبقى دي ألوان مكملة هنا عندي violet البنفسجي قصاده ايه yellow الأصفر فده برضو complementary color يعني ألوان مكملة الجرين الأخضر وقصاده ايه red الأحمر دوت complementary color ألوان مكملة answer the questions أجب على أسئلة what color combination do you like أي مجموعة من الألوان أنت بتحبها يعني هل بتحب الألوان اللي هي cool الباردة ولا warm الدافئة ولا complementary المتكملة أنا مثلا لو اختار مثلا ألوان هقول مثلا اللي هي ايه cool colors اللي هي الألوان الباردة عشان بتدي هدوء number two how do the colors you wear make you feel كيف الألوان التي ترتديها بتجعلك تشعر طبعا طالما هرتدي ألوان اللي هي cool باردة يبقى تديني ايه إحساس بالايه quiet الهدوء do you think different colors can change your mood why هل تعتقد ان الالوان المختلفة بتغير المزاج بتاعك ولماذا؟ I think so انا اعتقد ذلك ليه؟ لان عندنا حتى مثال وفي عندنا مثلا في سبين في اسبانيا لما يكونوا مثلا عايزين مثلا يعملوا اللعب مع اللي هو فول الثور بيجيبوا لون احمر عشان عارفين ان اللون الاحمر دوت بيعمل ايه هياج للثور معناها ان الالوان بتأثر حتى في الحيوانات مش في الانسان بس Match the colors with the natural features of our world. وصل الألوان بالشيء الطبيعي اللي موجود في العالم. هنرى أول الكلمات. Green أخضر, blue أزرق, red أحمر, white أبيض, black أسود, yellow أصفر, orange برتقالي. Flowers أزهار, sun شمس, day sky السماء أثناء اليوم, fire النار, clouds سحب, grass أعشاب, night sky السماء ليلا أول حاجة green grass أعشاب خضراء blue day sky يعني سماء زرقاء أثناء اليوم red fire نار حمراء white clouds سحب بيضاء black night sky سماء لونها أسود yellow flowers أزهار صفراء Orange sun شمس برتقالية Color the boxes with the complementary colors لون المربعات اللي موجودة بألوان متكاملة طيب إيه الألوان المتكاملة؟ إحنا قلنا اللي هي الألوان اللي هي عكس بعض يبقى أول مربعين تحط مثلا red and green اللي هو الأحمر والأخضر بعد كده المربعين اللي بعدها تحط blue and orange اللي هو الأزرق والبرتقالي واخر مربعين تحط فيهم violet البنفسجي and yellow والاصفر listen D الدرس D number one listen read and answer استمع واقرا واجب Kevin hi Greg what are you doing اهلا يا Greg ماذا تفعل Greg I'm doing my math homework انا اقوم باداء واجبات الماث I don't understand this problem وانا لا افهم هذه المسألة I wish I were good at math. أتمنى لو كنت جيد في الرياضيات. Kevin, I'll help you. أنا سوف أساعدك. I'm good at math. أنا جيد في الماث. I wish I could play basketball, Peter. لكني أتمنى لو كنت أستطيع أن ألعب كرة سلة أفضل. Greg, we can play basketball after I finished my homework. نحن نستطيع أن نلعب كرة سلة بعد أن أنتهي من واجباتي. Kevin, Great, عظيم. Number one. Who is good at math? من الذي يكون جيد في الرياضيات? Kevin. Number two. Who wants to be good at math? من الذي يريد أن يكون جيد في الرياضيات? Greg. Number three. Who is good at basketball? من الذي يكون جيد في كرة السلة? Greg. Number four. Who wants to be good at basketball? من الذي يريد أن يكون جيد في كرة السلة? Kevin. Number two. Match the statements with the wishes. وصل كل جملة بالأمنية الخاصة بها. I like to play basketball, but I'm not very good.
أنا أحب أن ألعب كرة سلة ولكني لست جيد فيها. I wish I were taller and I wish I could run faster. أنا أتمنى لو كنت أطول وأتمنى لو كنت أجري أسرع. I am an only child and sometimes I'm lonely. أنا ولد وحيد وأحيانا أشعر بالوحدة. I wish I had a brother or a sister. أتمنى لو كان لدي أخ أو أخت. I don't have many friends at school. أنا ليس لدي أصدقاء كثيرين في المدرسة. I wish I weren't so shy. أتمنى لو لم أكن خجولا جدا، لأن الخجل بيمنعك إن أنت تعمل صداقات. I look like my brother and everyone always thinks I'm him. أنا أشبه أخي جدا والكل يحسبني هو. I wish I didn't look so much like my brother. أتمنى لو لم أكن أشبه أخي كثيرا جدا. Number 3. Make a wish about the following things. اعمل أمنية عن الأشياء التالية: Your appearance مظهرك، Your friends أصدقائك، Your school مدرستك، Your house بيتك، Your family عائلتك، Something you want شيء ما تريده. أول واحدة محلولة I wish I had red hair. أنا أتمنى لو كان لي شعر أحمر. نعمل جملة I wish I had a good friend. أتمنى لو كان لي صديق جيد. جملة أخرى I wish I had a bigger house. أتمنى لو كان لي بيت أكبر. وآخر جملة I wish I had a computer. أتمنى لو كان لدي كمبيوتر. Writing to friends. الكتابة للأصدقاء. A pen pal is a friend that you make and keep through writing. صديق المراسلة هو الصديق الذي تكتب إليه وتحافظ على صداقته من خلال الكتابة. You can send letters and messages through the mail or via email. أنت تستطيع أن ترسل له خطابات عن طريق الرسائل ومن خلال البريد الإلكتروني. You can have pen pals in different parts of the world or even close to home. أنت تستطيع أن يكون لديك أصدقاء بالمراسلة في كل أنحاء العالم وأيضا بالقرب من بيتك. When writing a letter, remember to include your address, the date, a greeting, and a farewell. عندما تكتب رسالة، تذكر أن تشتمل على العنوان والتاريخ وتحية وخاتمة. Place the letter inside an envelope. ضع الرسالة داخل ظرف. Write the address where it's going on the front. واكتب العنوان على مقدمة الخطاب. And your address in the top left-hand corner. Or on the back. واكتب عنوانك أنت في أعلى الخطاب على اليسار أو على ظهر الظرف. Put a stamp in the top right hand corner. وضع طابع في أعلى الظرف ناحية اليمين. Email is short for electronic mail. رسالة البريد الإلكتروني بتكون رسالة قصيرة إلكترونية. If you and your friends have computers, it's a fast and easy way to write to each other. إذا كان لديك ولدى أصدقائك أجهزة كمبيوتر، فسيكون من السرعة ومن الأسهل أن تكتب له عن طريق البريد الإلكتروني. When writing an email, you don't usually have to include your street address or the date. عندما تكتب بريد إلكتروني، أنت عادة لا تحتاج إلى أن تكتب عنوان الشارع أو التاريخ. The date and a return address will automatically be part of the email، لأن العنوان والتاريخ سوف يكون جزءا أساسيا في البريد الإلكتروني. Complete the email about yourself. كمل الإيميل عن نفسك. Dear pen pal. عزيزي صديقي المراسلة. My name is. اسمي يكون. تكتب اسمك مثلا أحمد. I am years old. عندي كم سنة؟ مثلا 11 years old. 11 سنة. I am in grade. أنا مثلا في الصف 5th grade. الصف الخامس. I live in أنا بعيش في كايرو القاهرة. I am Egyptian. أنا أكون مصري. I am looking for a pen pal. أنا أبحث عن صديق بالمراسلة. I have black hair and black eyes. أنا عندي شعر أسود وعين سوداء. I like to wear casual clothes. أنا أحب أن أرتدي الملابس غير الرسمية. I am good at sports. أنا جيد في الألعاب الرياضية. I enjoy running and football. أنا أستمتع بالجري ولعب كرة القدم. I don't like basketball. وأنا لا أحب كرة السلة.
My favorite things are أشياء المفضلة هي my computer الكمبيوتر بتاعي and my toys وألعابي. I am happy أنا سعيد but I wish I had a friend. أنا سعيد لكني أتمنى أن يكون لدي صديق. Please write and tell me about yourself. من فضلك اكتب واخبرني عن نفسك. Yours المخلص لك أحمد. طبعا كتبت أحمد كاسم من عندي، لكن أنت طبعا هتكتب اسمك إيه في أسفل الإيميل. Listen E الدرس E Moving to Mars الانتقال إلى كوكب المريخ. Year 2600 سنة 2600 طبعا ده في المستقبل. Tina was reading the morning newspaper on the kitchen screen. بنت اسمها تينا كانت تقرأ صحيفة الصباح في شاشة المطبخ. While dad made breakfast بينما الأب كان يقوم بعمل الإفطار. Tina's mom was a doctor and she had already left for work. أم تينا كانت دكتورة وكانت قد غادرت المكان ذاهبة إلى العمل. Tina had to leave soon or she would be late for school. وتينا أيضا يجب عليها أن تغادر وإلا ستتأخر على المدرسة. Look at this dad said Tina وقالت لوالدها انظر إلى هذا يا والدي. The International Space Institute is looking for 20 adventurous families to start the first family settlement on Mars. معهد الفضاء الدولي يبحث عن 20 عائلة لديها روح المغامرة لكي تبدأ أول استقرار عائلي في كوكب المريخ. يعني عايزين 20 عائلة تعيش على كوكب المريخ. Up till now, only astronauts and scientists have lived on Mars. حتى هذه اللحظة فقط رواد الفضاء والعلماء هم الذين عاشوا على كوكب المريخ. But the new installations are now ready for families. ولكن المواقع الجديدة جاهزة لاستقبال العائلات. And some animal species. وأيضا بعض أجناس الحيوانات. Each family has to be good at a variety of things including music, art, math, and science. كل عائلة يجب أن تكون جيدة في نوع من الأشياء. تشتمل على الموسيقى والفن والرياضيات والعلوم. If you are interested, send a family profile describing each member of your family, including the answer to the following questions. إذا كنت مهتم، ارسل الملف الشخصي لعائلتك ووصف كل فرد من العائلة، كما يجب أن يشتمل الملف على إجابات الأسئلة التالية. Why do you think your family should be chosen? لماذا تعتقد أن عائلتك يجب أن يتم اختيارها؟ What do you expect to find on Mars? ماذا تتوقع أن تجد على كوكب المريخ؟ Why do you want to go to Mars? لماذا تريد أن تذهب إلى كوكب المريخ؟ Why don't we apply dad? Asked Tina. وسألت تينا والدها لماذا لا نقدم في هذا الإعلان يا والدي؟ Dad was about to say no when he realized he couldn't think of any reason why not. والدها كان يريد أن يقول لا ولكنه لم يجد أي سبب يقول له أن يقول لا. Life on Earth was hard. الحياة على الأرض كانت صعبة. He was a veterinarian and he didn't have much work because there were almost no animals. He was a veterinarian. هو كان طبيبا بيطريا and he didn't have much work because there were almost no animals left on the planet. ولم يكن يوجد عمل كثيرا له لأنه لم يكن يوجد الكثير من الحيوانات على الكوكب في هذا الوقت. It's an interesting idea. What do we have to do to apply? Asked Dad. وسألها الأب إنها فكرة شيقة. ماذا يجب أن نفعل لكي نتقدم في هذا الإعلان؟ We have to write a description of our family. Do you think we have a chance? يجب أن نكتب وصف لعائلتنا. هل ترى أننا سوف يكون لدينا فرصة؟ I don't know, but let's give it a try. أنا لا أعرف ولكن دعونا نجرب. Number 2. Listen and complete the chart about Tina's family. انصت وأكمل الشكل عن عائلة تينا. فهو مكتوب family members أعضاء العائلة تينا mom dad. أول حاجة age العمر. تينا عندها 11 years old 11 سنة. mom الأم 40 years old 40 سنة. dad الأب 45 years old 45 سنة. profession المهنة أو الوظيفة. تينا student طالبة. mom دكتورة. dad veterinarian طبيب بيطري. Special interests اهتمامات خاصة. تينا بتحب reading القراءة. mom الأم بتحب drawing الرسم. dad الأب بيحب sport رياضة.
B. Complete the description of Tina. كمل الوصف الخاص بتينا. Tina is 11 years old. Tina عندها 11 سنة. She is in 5th grade. هي في الصف الخامس. She enjoys reading. هي تستمتع بالقراءة. She also interested in هي أيضا مهتمة ب basketball كرة السلة. She's really good at swimming. وهي حقيقة جيدة في السباحة. Number 3. Act out the conversation at dinner. مثلوا هذه المحادثة عند تناولكم للوجبة. يعني لو في بريك أو في وقت تاكلوا فيها وجبة مدرسية ممكن تعملوا المحادثة ديت. Student A الطالب الأول هيكون You are Tina، هيمثل تينا يبقى طالبة. Student B You are Tina's father، الطالب الثاني هيمثل والد تينا. Student C You are Tina's mother، الطالبة الثالثة هتمثل دور أم تينا. Number 4. Imagine your family wants to go to Mars. Complete the chart. تخيل إن عائلتك أنت ستذهب إلى كوكب المريخ. كمل الشكل التالي. Family members يعني هنا بقى تكتب إيه؟ Age عمر العائلة بتاعتك، أنت والأب والأم، profession المهنة بتاعتكم، special interests الاهتمامات الخاصة. B. Write a profile for your family and answer these questions. اعمل ملف شخصي لعائلتك وجاوب على الأسئلة التالية. Why do you think your family should be chosen? لماذا تعتقد أن عائلتك يجب أن يتم اختيارها؟ Number 2. What do you expect to find on Mars? ماذا تتوقع أن تجد على كوكب المريخ؟ Number 3. Why do you want to go to Mars? لماذا تريد أن تذهب إلى كوكب المريخ؟ وبكده نكون انتهينا من شرح الدروس وهنبدأ دلوقتي في الجرامر القواعد. أول قاعدة عندنا هي Comparison of Adjectives، مقارنة الصفات. نشوف الصفة اللي عندنا Tall طويل. مثلا نقول احمد is tall، احمد يكون طويل. هنا بتكلم عن احمد لوحده. اما اذا هقارن بين احمد وشخص تاني يعني مثلا احمد وعلي، عايز اقول احمد اطول من علي، هاخد الصفه اللي هي tall واضيف لها er تبقى taller، وبعد الصفه احط ايه than، تبقى احمد is taller than علي، احمد اطول من علي. هنا لما اكون بقارن بين ايه اتنين. اما لو بقارن مثلا بين احمد ومجموعه، يعني نفرض احمد اطول واحد مثلا في الفصل كله، فاقول احمد is the tallest، احمد يكون الاطول. عملت ايه tall ضفت لها est وقبلها حطيت ايه the. يبقى نفتكر تاني، لما اكون بتكلم عن شخص لوحده اجيب الصفه بدون اضافات زي tall، لما اكون بقارن بينه وبين شخص تاني هضيف للصفه er واجيب بعدها ايه than. اذا بتكلم بقارن بين الشخص وبين مجموعه هجيب الصفه اضيف لها est وقبلها احط ايه the. طيب المثال التاني large كبير او واسع. مثلا بتكلم عن البيت دوت واقول البيت دوت ايه large كبير. طيب هنا اللارج نلاحظ اخرها ايه اي، ففي الحاله ديت لما اجي اعمل منها الصفه المقارنه بين اتنين هضيف لها بس ار لان اوريدي هي فيها ايه اي، تبقى لارجر ذان يعني ايه اكبر من. طيب عايز اقول البيت دوت اكبر بيت في المكان كله او في المنطقه كلها، اقول ايه ذا لارجست الاكبر. الصفه اللي بعدها بيج كبير. هنا بيج صفه من مقطع واحد اخرها جي حرف ساكن وقبلها اي حرف متحرك. إذا الصفة بتنتهي بحرف ساكن وقبلها حرف متحرك، لما أجي أعمل أضيف الـ ER قبل ما أضيف الـ ER أضاعف الحرف الأخير، هتبقى إيه؟ bigger than أكبر من، لاحظ هنا ضعفت الـ G. طيب في الحالة التالتة أقول إيه؟ the biggest الأكبر، نفس الشيء ضعفت حرف الـ إيه؟ الـ G. يبقى قبل ما أضيف الـ ER أو أضيف الـ EST بضاعف الحرف الأخير. نفس المثال زيه فات سمين أو تخين. هنا فات اخرها تي حرف ساكن وقبلها ايه حرف متحرك. في الحاله ديت برضو لما اجي احط اي ار واحط اي اس تي نفس الشيء هعمل ايه هضاعف الحرف الاخير، تبقى فاتر ذان وتبقى ذا فاتست. المثال اللي بعده هابي سعيد. هابي هنا اخرها ايه واي، وما يكون الصفه اخرها واي لما اجي اضيف لها اي ار او اضيف لها اي اس تي قبل ما اضيف لها اي ار او اضيف لها اي اس تي هحول الواي الى اي، هتبقى happier than وهتبقى the happiest. وبالنسبه للحاله الثانيه لما يكون الصفه فيها اكتر من مقطع يعني صفه طويله زي مثلا expensive غالي، فمثلا اقول the house is expensive البيت يكون غالي. هنا بتكلم عن البيت لوحده. طب نفرض عايز اقارن بين البيت مثلا والسياره، عايز اقول البيت اغلى من السياره. هنا بقى مش هحط اي ار، لا هاجي قبل الصفه واحط ايه more، هتبقى الجمله more expensive than أكثر غلوا من، يبقى أقول the house is more expensive than the car يعني البيت أغلى من السيارة. طب نفرض البيت دوت هو أغلى حاجة عندي في ممتلكاتي كلها، ف
فهقولها ازاي؟ بدل الاي اس تي هحط مكانها ايه؟ موست، هتبقى ذا هاوس از ذا موست اكسبنسيف، البيت هو الاكثر غلوا، يعني هو اكتر حاجه غاليه في ممتلكاتي. يبقى هنا في الحاله الثانيه ما بنحطش لا اي ار ولا اي اس تي، مكان الاي ار بنستعيد عنها بايه؟ مور، وبدال الاي اس تي بنستعيد عنها بايه؟ موست. بس سواء اي ار او مور بقارن بين اثنين، سواء اي اس تي او موست بقارن بين حاجه ومجموعه. والحاله الثالثه والاخيره لمقارنه الصفات هي الحاله اللي تكون بيسموها الريجولر او شواذ، يعني ملهاش قاعده. اول صفه عندي جود، جيد. مثلا اقول ايه؟ احمد از ا جود ستودنت، يعني احمد طالب جيد. هنا بتكلم عن احمد لوحده. طب نفرض عايز اقول احمد احسن من علي او افضل من علي، فهقولها ازاي؟ جود هنا بقى بتتحول لايه؟ بيتر ذان، يعني افضل من. هنا بقى اتغيرت خالص، ملهاش قاعده، فلازم احفظها كده، ان لما اكون بقارن بين اثنين بستخدم ايه؟ بيتر ذان. بقول احمد از بيتر ذان علي، احمد يكون افضل من علي. طب نفرض احمد افضل واحد في الفصل كله، يبقى هتبقى ايه؟ بيست، لان جود المقارنه الثالثه منها بيست، هتبقى احمد از ذا بيست ستودنت ان ذا كلاس، احمد افضل طالب في الفصل. يبقى تاني ديت شاذه، انا ملهاش قاعده. افتكر لو اتكلم عن شخص لوحده اقول جود، بقارن بين اثنين بيتر ذان، بقارن بين واحد ومجموعه اقول ايه؟ ذا بيست. الصفه اللي بعدها باد، سيء. وورس ذان، اسوأ من. ذا وورست، الاسوأ. فار، بعيد. فارذر ذان، ابعد من. ذا فارذست، الابعد. ليتل، قليل او صغير. ليس، اقل من. ذا ليست، الاقل. ميني، عدد كبير. مور، اكثر. موست، الاكثر. القاعده الثانيه اللي هي ريلاتيف كلوزز، ضمائر الوصل، وعايزين نفرق ما بين هو الذي للعاقل، وير حيث للمكان. عندي هو الاول، طالب يقول لي هو دي معناها من، من كاداه استفهام، لكن كاداه ربط او ضمير وصل بنسميه ايه؟ الذي للعاقل. وير اين كاداه استفهام، لكن هديك في نص الجمله بمعنى ايه؟ حيث للمكان. ناخد مثال: This is my friend Ali who plays football. هذا صديقي علي الذي يلعب كرة القدم. هنا ابص الاقي بتكلم عن مين؟ عن صديقي علي، فعلي دوت شخص عاقل، عشان كده جيت بعديه وحطيت ايه؟ هو الذي للعاقل. المثال الثاني: I traveled to London where I watched Big Ben. انا سافرت الى لندن حيث شاهدت ساعة بيج بن. هنا لندن دي مكان، عشان كده خدت بعدها ايه؟ وير، حيث للمكان. يبقى ابص قبل النقط، اذا لقيت شخص عاقل يبقى هاخد هو الذي للعاقل. ابص قبل النقط، اذا لقيت مكان يبقى هاخد وير اللي بمعنى ايه؟ حيث للمكان. والقاعده الثالثه هي قاعده I wish، انا اتمنى. I wish هنا بيجي بعدها باست سيمبل، ماضي بسيط. وافكركم الماضي البسيط بيتكون من ايه؟ الفعل في التصريف الثاني. فلما اجيب I wish وبعدها فعل في التصريف الثاني، يعني ماضي بسيط، هنا بتعبر عن تمني في الحاضر، يعني انا بتمنى يكون عندي حاجه في الحاضر، او ان انا اعمل حاجه في الحاضر. ناخد مثال: I wish I had a computer، يعني انا اتمنى لو كان لدي كمبيوتر في الوقت الحاضر. مثال اخر: I wish I traveled to London، اتمنى لو كنت اسافر الى لندن في الوقت الحاضر. واخر حاجه عندي، عايزين نفرق ما بين like يحب، ولاف يحب بشده او يعشق، وبريفير يفضل. ناخد امثله: I like football، انا احب كره القدم. I love cats، انا احب القطط بشده، او انا اعشق القطط. I prefer apples to mangoes، انا افضل ان اكل تفاحه عن المانجا. وخلي بالك انا لما اقول I prefer بعد الحاجه اللي بفضلها بحط ايه؟ to. يبقى like يحب، love يحب بشده، prefer يفضل. وبكده نكون خلصنا الدروس والجرامر، واشوفكم ان شاء الله في الوحده القادمه. See you later. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.